عارف كيف شباب زي ما ببرت هو واحد أزيد شرطة معاه خويا سلام يا مالي يا حي سلام يا مالي انا بقى انا بقى الدكتور هناك متكي ما رقدتش انت مجنون مجيوب شنو في الطياره ولا كيفاش؟ لا ما رقدتش في الطياره بالكل سمعت سما به اليوم الفول طول 3 سوايع ونص هكا ماهوش 7 سما حاجه خفيفه اليوم وين نلقاو بقعه باش نرقدوا نرقدوا دونك وا سي ديفيسيل دو ريكوبيري مي بون اون اساي دو ميت تو لي اتو نوت كوتي دو بوار بوكو دو دو سي دالونجي لي جامب تو قداش رقدت البارح في الليل من الساعه؟ بالاخ جيت بتات دورمير 4 اور J'ai dû profiter de ma fille parce que je ne l'ai pas vue. Je trouve que tous les joueurs ont un siège pour faire des chirurgies et récupérer un peu. C'est ce que tu as fait. Je suis un peu plus fort. Je suis un peu plus fort. العابد معناها متوقع في شيء تيران كيما كي فهم برانسيب توا يحضر ماتش فيه كيما يلزم ويعمل على ربي ويلعب وربي يوفقناك ها. ما قلقهمش في سيونس لونتريمون في ليزابوي كل شيء. ولا صحيح ما لازمتك تتعود وتتاقلم فهمت على الوضع اللي انت فيه كاو فما حتى مشكل. تو كي كونسين اللي فو دوني او جوار بور سورفيفر سيت شالور بوندون 1h30. سورفيفر اون با با سورفيفر توت فاسون اون با شوا دونك سامبلومون بيان سيدراتي جو كوا سي لو بلوز امبورتون. Éviter de rester au soleil, enfin de se mettre au soleil le plus tard possible, et puis surtout s'hydrater. Hein. Justement, les appuis, chauffe nos barches, fort, barche blaise, mouche bien. Hey, barche, moi, je suis Rafi, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, t'as la mort, ma femme, moi, le mec, moi, le kiffé. C'est des cas d'Afrique, donc c'est des cas d'Afrique, moi, je trouve. T'as aucun temps, ça va en tarasser, ou sinon, il y a un gros de traplet en tarasser. Let's go.
كانت هذه اجواء رحله الترجي الرياضي التونسي الى تشاد. نرجع للمباراه، ما كانش في حاجه كبيره ياسر، فوز الترجي امام فريق ضعيف، خلينا نقولوها ضعيف، مش في متناول الترجي، مش في امكانيات الترجي الرياضي التونسي وفهمكم، والاكيد انه الترجي يعرف مليح بين المنافسين القادمين، خاصه كي ندخلوا في اطار المجموعات في كاس رابطه الابطال باش يكونوا اصعب برشا من منافسه تشاد. لكن نرجعوا الى المباراه اللي فاز فيها الترجي الرياضي التونسي بنتيجه هدفين هدف، يبقى انتصار معنوي في كل الحالات يخليها الترجي ربما يرجع الى اجواء في تونس باكثر ثقه. ركم الحكايه هذه حكينا عليهم اكثر السيد عزيز زهير رئيس الترجي الرياضي التونسي بعد ما شاهدوا هذه المباراه والتحقيق على المباراه مع زميلنا هيثم الطياري. ثم مسكين ولا ها يا بيه كيف فهمك؟ ما عرف شيء شنو نعملوا؟ اربع بلايص باي باي، حط كات، حط لايت وي سيف البيت شاف شاف دي ما زالوا وينو دنقير وينو غادي يشوفها غادي يتسرع Pour nous, ce match est important malgré les conditions difficiles, tout simplement pour nous rassurer et pour nous prouver que même si on a perdu contre Monastir et que ça provoque une mini révolution, je veux dire, il y a quand même eu du très bon football pendant une mi-temps, voire un peu plus, et que c'est le dernier quart d'heure qui nous a coûté très cher. Parmi les mesures que vous avez prises pour vous adapter à cette situation, c'est que les joueurs vont effectuer tous leurs massages et tout ici, dans l'hôtel, avant le départ vers le stade, c'est ça? Ouais, je crois que les joueurs vont arriver en tenue déjà, massés avec les soins faits par le docteur et par les kinés. Parce que c'est vrai que dans les vestiaires là-bas, on peut pas se préparer correctement. Il y a une douche pour tout le monde, donc on va faire du mieux possible. Et vu la chaleur aussi, je crois qu'arriver au dernier moment, je pense que c'est la meilleure des solutions. Et qu'est-ce que tu as les conditions de travail? Normalement, avec tout le temps, tu es dans le terrain, dans ton massage, le vestiaire, tout ça, avant le match. Et normalement, les conditions, les terrains, ils doivent être معناتها مثلا كيما في تونس في رادس ولا في المنزل. اما سيرتو ان افريك ديما لي كونديسيون نلقاوهم معناتها صعب شويه. ما فماش طاوله سخان ياسر في الفيستير كيما شفت البارح طقس في لونترينمون في الليل معناتها. خليهم في القايله. خلي معناتها توا في القايله. اون بريفير معناتها كان نخلي الاولاد مرتاحين في الاوتيل هنا وناخذوهم بالزوز بالاربعه يعملوا كل شيء هنا عندنا الطاوله نتاعنا. ونختاروا صالة ونخدموا كل شيء هنا. تعرف ما تلقاو حل باش نسادابتيو للسيركونسونس هذا. ديما نلقاو حل ان شاء الله. ركزوا. لعبة اليوم. انت اول مره تجي مع الترجي تسافر معه ولا ماتش الترونجي؟ اول مره وكانت فرصه، كانت تجربه ياسر حلوه. تسمع برشا اكيد عن ديبلاسمونات يسيروا معناتها مع المشجعين تاع الجمعيات كبار كيما الترجي والعباد تستناهم في البلدان هذوما في الافريق. وعمري كنت تصور هكا ناس معايا، مع الحمد لله اول تجربه ان شاء الله نعاودوها. حسين Thank you.
هذيك ولا ميم با جبدنا عليها مشات على روحها في التيران هذيك ما لونتوندوك تصير في عادي يعني فهمت سيرو هذول يسيروا فازت كيما هكا في التيران وسكي بيان انهم يتعادلوا فيه معناتهم في فون بارتي من اللعبه الناس الكل تعرف هذا علاش هذوما يسيروا ويقعدوا معناها بعد الماتش ولا تقعد الفازه تقعد ديما في المخ اذا كان القلوب تبدا مش صافيه فهمت معناها اذا كان تبدا القلوب صافيه واحد سي نورمال نحن نلعبوا ندافعوا على فرد الجمعيه معناها أنا حتى كي تغششنا ولا تغششنا على بعضنا سيكون في المصلحة متاع الجمعية فهمت دونك وفي الماتش زافوا الاربيتر وفيك أو ربحنا الحمد لله يا ربي سي ليسونسيل تفصل حمزة الزكار مدافع شاب يا أخي يا أخي بالرسمي غدوة الحي عندك مقابلة يا أخي غدوة بشاب مع الاتحاد الرياضي المنافسي سبور كوب عندهم إن شاء الله واحد يهبط غدوة يرتاح ويعطي الإضافة المطلوبة كون المفيد لسبوار ينتظر ويترشح لدور القدم كون وماكش لاعب انت تو فواياج وماتش اليوم وغدا باش تزيد ماتش اخر واحد اول يوم ما لعبش وان شاء الله معناها ريكوبيري بالكدا وان شاء الله غدا يعطي فورم توعدنا بانتصار ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله العناصر اللي باش تعرف صعيب عليك من التلفزه ما نبدا ريكوبيري من تو خمس هدفين لهدف في انتيست مباراة الترجي الرياضي التونسي البارح وترشح إلى دور القدم في كأس ربيت الأبطال الإفريقي كما قلت لكم ضيفنا اليوم سيد عزيز زهير رئيس الترجي الرياضي التونسي الإجابة على كل الأسئلة المطروحة الآن